نحكيو اليوم على سفير فرنسا اوليفي بوافر دارفور، يقول يصول ويجول في تونس، يتفقد الفوسفات، يتفقد النفط، يتفقد الغاز من دون حسيب ولا رقيب. علاش سفير فرنسا سيدي هو مول البلاد؟ كيفاش يتصرف فيها كانها دار 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 السيد الوالد، بلا رقيب ولا نظير. سيدي هو المقيم العام، فرنسا موجوده ما خرجتش من البلاد جمله، فهمني سي السفير هذا يتصرف قطاعات الكل نتاعو مولاها، وكل الاحزاب التعيسه بكلها تتسابق وكلها فهمني تمشي بحذاها، فهمني باش للمشوره ولا التنسيق ولا فهمني. خويا مازلنا في التبعيه العنكوش، فرنسا مازال تحكم خويا ما خرجتش من البلاد فهمني، والناس الكل اللي تشدقوا تو في الاعلام وفي التلفز وفي المنابر ويندوا هما غاطسين العنكوش مع سفير فرنسا، متفقين معاه ومتفاوضين معاه، فهم فرنسا هي صاحبه اليد العليا في البلاد فهمني خويا العزيز، بحيث السفير هذا ما يحكي معه حتى واحد فهمني. ياسر ما شدش بلاصته، وش فيه كان هو معناتها هاو فما برشا سفراء وحتى عرب واحد ما يعملوش كيف هو، يتفقد عباره ملك البلاد هو دور يلوج ويتفقد امور ما تعنيهوش، فما حاجات تعنيه فما حاجات ما تعنيهوش، نورمال ما يشد بلاصته فما تويري فهمني، شو مدخله في النفط نتاعنا، شو مدخله في الواحد، ها مرة هكا ومرة نقز هكا ومرة في تهور ومرة في عرس، روايق يعمل فيه، عمري ما ريت أنا كي. طيب اليوم يدور وين يحب السفير الفرنسي؟ لازمو ترخيص من وزارة الداخلية، لهنا وزارة الداخلية وين؟ نحن زادة مانيش قاعدين نحاسبوا فيه، كان جينا نحن في بعضنا نتحاسب، وهو يعمل اللي يحب وما يحاسبوا حد، هو نورمال مو اللي نعرفه لازم ويعلم البلايص اللي باش يمشي لهم يعلم وياخذوا ترخيص من وزارة الداخلية، هو الراجل هذا يتحرك مولى البلاد فهمني، ومع جماعة هذا يحبوه يموتوا عليه فهمني. اللي يحب ياك تشوف فيهم في التلفز نهار كامل في الفيسبوك يهبطوا لهم في تصورهم وغير ما نذكروا الأسامي، مصلي على النبي خيرات ربي. مازال في تبعية فرنسية؟ مازال ما دامنا ماناش ناخذوا في حقنا وبترول بلاش كونتور بادن تمشي وتجي كيكا وما فما حتى على حساب لا مراقب، وما دام فهمت الملح بزوز فرنك نبيعوا فيه والرخام والواحد معنا فيه حتى حق وديما ما عندناش، ما دام تابعين لفرنسا ما خديناش استقلالنا. السفير الفرنسي يتصرف في كل الجلسات في البرلمان، يزور الشيخ راشد في محله ويزور يتفقد مواقع المنشآت الاقتصادية في البلاد، بدليل هذا ندل عن شيء أننا ما زلنا ما استقلناش استقلال تام المزعوم اللي يزعموا فيه، وما زلنا مستعمرين وما زالت الهيمنة الاستعمارية تتسيطر على ثرواتنا الاقتصادية، واللي خلتنا لحد الآن ما نجموش نخرج من حتى أزمة نتيجة أن كل ما نملك من ثروات باطنية هو تحت تصرف الإدارة الفرنسية. والسفير يعني هذا التصرف متاعه يدل ويأكد 100% أنه اللي قاعد يحصل هو استعمار من وجه ثاني بصراحة، يعني ما عادش اللغة اللي براز الستار هاي دولة مستقلة وذات سيادة، لا فرنسا وكانها تعطي المساج أنكم راكم زدتوا مستعمرين راكم تحت سيادة متاعي، ما فيش تصرف في البلاد التونسية إلا باستشارة فرنسا أو بحكم فرنسي. شكون ينجم يوقف اليوم السفير الفرنسي عن حده؟ والله لو كانوا باش يوقفوا كانوا نجموا يوقفوها من 2011 2014 كانوا ينجموا يوقفوا العقود اللي انتهت وكانوا يبداوا فيها، لكن فما تباطؤ وفما موالات، حتى السياسيين فيهم البعض اللي هو منحاز واغلبهم منحازين الى فرنسا واصدقاء فرنسا، لانك مصالحهم تقتضي انهم باش يجاروا الموقف ويبقى الشعب ديما يخلص في الفاتوره. ما نعتقدش انه اذا كان جاء سياسي ثوري، انا يعني اعتقد قيس سعيد خطاباته وشعاراته لكن لحد الان لا يستطيع ان يفعل شيء. برجوليه احنا كيفاش نقولوا في خبزيست موضوع ذي خاتينا فهمتني، هما خويا فرنسا هذيك كيفاش يقولوا فيها حمايه تونس من قديم الزمان وعلاقات عندهم كيفاش يقولوا فيها 30% ملكيه في برشا فهمتني مواد، موضوع هذي خاطينا من الاخر وعلى الاخر فهمتني. السفير الفرنسي بيته ما يتحركش كما يحب في البلاد، ما يسولش ويجول في البلاد، نعرفوا اللي باش تمشي بتشوف تدخل حتى للصحراء لازمك ترخيص. فضل حبيبي لوبجيكتيفات يستعمل نفوذه من الاخر وعلى الاخر. والله المعلومه هذه انا ما حتى في وسائل الاعلام ما تداولتش، ممكن على الفيسبوك متداوله، اما في صوره اذا واقع تداولها معناها هذا الضعف نتاع الدوله
في صورة ما إذا السيد هذا قاعد يسول يجول في البلاد كما يحب راهو ضعف نتاع الدولة. بلد شكون أعطاه الترخيص باش يتحرك؟ ومن المفروض يعني ماهوش من معقول باش يقوم بالشيء هذايا في انتهاك صارخ للقوانين نتاع 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 بلادنا. برايك ما زلنا في تبعية لفرنسا؟ شوف التبعية فرنسا ولا مش تبعية يعني العلاقات الدولية راهي فيها مصالح، وين فهم المصلحة نتاع البلاد وين تتوجه السياسة نتاع الدولة. وما ثماش توي كاين المنظومة العالمية كلها هي معناها نفس الشيء. علاش خاطر احنا احتلنا فرنسا نقولوا راه قعدنا تابعين فرنسا؟ التفسير ممكن عند البعض يشوفوه صايب وعند البعض الاخر يشوفوه مو صايب. اما من الناحية التبعية مفسر التبعية فانا مجال اقتصادي اقتصادي وسياسي اقتصادي ما عندناش تبعية مع فرنسا، ما عندنا تبعية مع امريكا ومع المانيا ومع ايطاليا ومع ثرواتنا اليوم ملك تونس 100%. عندك انت المعطيات الثروات نتاعنا تنزل فرنسا قاعدين نتمتع بثرواتنا وحدنا قاعدين نتمتع بثروات نتاعنا. شو من قال لي تونس الثروات نتاعها منهوبه؟ يا هل ترى المعاهد نتاع الاحصاء والوزارات والادارات اللي تخدم ما فيهاش حتى واحد تونسي يعني صحيح قلب يعني وطني يقول روح صحيح الشيء هذا واقع؟ الوزراء للدوله كل على الدوله كلهم خاينين وكلهم ما فيهم حتى واحد يصلح. صعيب من الامور هذه من وجهه نظر نتاعي صعيب ياسر. يعني تستبعد اللي تونس ما زالت تحت قبضه فرنسا؟ هي عندها تبعيه مع اي دوله كانت بغض النظر على فرنسا ولا باي دوله كانت. احنا عندنا مصالحنا نتبعوا مصالحنا ونوجهوا السياسه نتاعنا حسب مصالحنا. هي نتصوروا على خاطر تونس يظهر لي على خاطر فيها معناتها برشا ثروات. فهمت مادام كان باش توصل معناتها رئيس نتاع فرنسا يهبط وفهمت لتونس وفهمت ويعرف ان تونس معناتها عندها برشا معناتها موارد معناتها ينجم يدخل حتى اشتراك. فهمت نجم يدخل اشتراك فهمت كلي حتى مع تونس بصفتها فهمت عندها برشا حاجات معناتها فهمت نحن نستنفعوا وهم يستنفعوا يظهر لي هك. السفير الفرنسي بالذات هو اللي قاعد يتنقل كيما يحب، علاش؟ حسب رايك اليوم تونس ما زالت في التبعيه الفرنسيه؟ والله فهمت على خاطر فهمت معناتها من الاول الدنيا نحن فهمت ديما المنظمه فهمت كلمه تاعنا فهمت نتبعوا راهو فهمت كلمه فرنسا معناتها مستوى راهو معناتها في ليله ونهار انت راهو باش تبدل فهمت كلمه المنظومه. شركاء معنا في البلاد. كيفاش شركاء؟ بالنسبة لفرنسا قاعدة تتدخل في المواضيع الخاصة والعامة، معناها تتدخل في السياسة نتاعنا في المرشي في الاحتفالات في كل شيء، معناها جزء منا ولات وهذا زاد مش في صالحنا راه يرجعنا بالمضرة اللي نحن. طالب توقيفه عن تحد ولا السفير الفرنسي؟ لا يلتزم معناها بحاجات اللي تخصه هو معناها وكل شيء وما يدخلش في مواضيع اللي خاطيته. هذا امور داخليه بتاعنا نحن ما تهمنا نحن ما يهمناش عنده علاقاته بتاع من برا لبرا هذاك احسن وان شاء الله يكون يفهم روحه ويكون في المستوى. سفير فرنسا ولا يتنقل كيما نقولوا حتى برشا وسائل الاعلام وحتى حفلات كذا يفهم يتشكوا من الامور هذه. هذا التواتر تسمى تواتر من الدوله. ينزل سفير تونسي في تونس يحضر في مثلا في امور داخليه تاع فرنسا ما يحضرش. الطالب بينه يلتزم بالسفاره نتاعو. سفير تونس يتنقل في فرنسا كيما يحب كما سفير تونس كما سفير فرنسا في تونس؟ لا مش مستحيل. سفير تونس ولا يتنقل في كل معناه في كل ولايه ولا يتنقل. وبالحق هذا مش في صالح تونس. ماهوش في صالح تونس. ما خاطر معناها البلاد مازالت كيما نقول فيها الحكومه ما اخذتش بزمام الامور وكذا مازالت البلاد مازالت تشوف فيها شيء ما كورونا وشيء من البلاد مازالت ما حطتش الركائز نتاعها كيما نقول فيها الدوله مازالت معناها هاشه شويه. الطالب كمواطن تونسي بالزام السفير الفرنسي مكانه بيته وشغله؟ لا ما نعرفوش.
ما عارفش شنو اللي يطالبوا انه يبقى في خدمته ما يدورش هكا يدور بترخيص. ايه بطبيعة الحال يدور بترخيص، كيفاه يجي البلاد هكاك عافسنا ويمشي هو؟ بطبيعة الحال الحكومة في بالها ترخيص يدور نورمال ما يدور بترخيص.